نتكلم على بعض النقاط كده، ازاي توازن ما بين العمل خارج المنزل وداخل المنزل؟ بنقولها في نصايح بسيطه. يعني اول حاجه ودايما بنقولها اهم حاجه في هذه النقاط، في حاجه اسمها عندي الاهم فالمهم. في عندي نقطتين مهمين جدا اللي احنا دايما بنقول عليهم، تنظيم الوقت وتوكيل المهام. تنظيم الوقت كلنا نعرف يعني ايه ننظم الوقت، وكلنا عندنا المعلومات عن اهميه الوقت، ولكن لما بنيجي بالفعل نعمل تنظيم لوقتنا بيدخل معانا بعض معوقات الوقت اللي بتضيع لنا كل اللي احنا مخطط له. مش هيبقى غلط ان انا بقى معايا ورقه في بدايه يومي بكتب بوينت كده صغيرة، أنا هعمل النهاردة 1 2 3، وكل مهمة بحدد جنبها الوقت للمهمة دي. يعني إزاي أقعد مع أولادي أشوف إيه اللي مر بيهم طول اليوم من مشكلات، وإيه المواقف اللي مرت بيهم مع زوجي، ترتيب للمنزل، دي كلها حاجات بقعد برتب لها وبحدد لها وقت للبداية ووقت للنهاية.